المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا المصير واحد. مظهر الحكيم من دمشق سوريا. ابتدينا بدولة الإمارات بسنة 2008. حبينا ننقل معالم الحضارة السورية لدولة الإمارات العربية بجميع أشكالها، حضاراتها، طريقة التصنيع تبعها، نعرف دولة الإمارات بالحضارة السورية، بالصناعة السورية اللي هي صناعة يدوية، اللي هي صناعة حرفية، مش صناعة تقليدية، لا صناعة حرفية يدوية بتعبر عن التراث السوري الأصيل. هلأ بالنسبة للأقسام المميزة بالنسبة للصناعة السورية بتتميز بثلاث أقسام. قسم الإنارة اللي هو رقم واحد، اللي هو دخل على دولة الإمارات بيستخدموه بالقصور، بالفلل، بالفنادق، بالمشاريع الكبيرة. قسم الإنارة لوحده قسم، عالم لوحده، إله طبعا شيخ الكار بيسموه عنا في سوريا. هذا شيخ الكار هو اللي مسؤول عن كل شيء اسمه نحاس، صناعة نحاسية، صناعة إنارة، هو مختص فيه. بيجي عندك القسم الثاني اللي هو قسم الخشبي، اللي هو الخشب مع الصدف، برضو له ناسه متخصصين فيه. يعني اللي بيشتغل بقسم اللي بيشتغل بصناعة التريات النحاسية أو بصناعة النحاس ما له علاقة باللي بيشتغل بالخشب وبالصدف. القسم الثالث اللي هو العجمي، هلأ مندور منفرجيكم الأقسام كلياتها. العجمي اللي هو الفن العجمي، بيشتغلوه على الخشب، الرسم مع الألوان، جداريات، أسقف، كراسي، جلسات. ثلاث أقسام هن الرئيسيين بسوريا. وطبعا ما في بيت بسوريا بيخلى من أي تحفة من هالتحف، لو مجرد كرسيين، لو مجرد إنارة بسيطة. يعني هذا الشغل اللي أنت شايفه قدامك، بيوت الشام وبالذات بيوت الشام القديمة كانت تتميز بهالأشياء هذه. فنادق الشام القديمة، حوائر الشام القديمة، كله بيتميز بهالأشياء هذه اللي موجودة قدامك. عالم مفروشات الآخر هون في دولة الإمارات، يعني حاولنا ندمج نحن الشرقيات كلياتها اللي حتكلمنا عنها، عجمية، صدف، الحاسيات، حاولنا حسب متطلب السوق ندمج كمان الكنب المصري اللي هو ستايل المصري زائد المودرن، بحيث انه يكون معرضنا متكامل للكاستومر، بيدخل بيلاقي جميع متطلباته، حب ياخد شرقي، حب ياخد مودرن، حب ياخد كلاسيك، كله موجود عنا. فحاولنا نجمع في المعرض جميع الأصناف بحيث انه الكاستومر كل شيء مهيئ قدامه.
والله يا سيدي الكريم نحن صالتنا تعتبر أكبر صالة عرض بالنسبة لهالأساس اللي كنا عم نتكلم عنه السوري. صالتنا أكبر صالة عرض موجودة في السوق بالنسبة للنحاسيات، بالنسبة للعجمي، بالنسبة للصدفيات. هذا من فضل رب العالمين، ومختارين يعني أكثر القطع اللي هي متداولة في سوريا مستوردينها وحاطينها في المعرض، بحيث الزبون يدخل قدامه تشكيلة واسعة، سواء من الإنارة قطع حدث ولا حرج، سواء من الصدف، سواء من جامعين له جميع الأشكال موجودة هون. يعني إذا بيدخلوا على التلفزيون وبيشوفوا مسلسل باب الحارة والكراسي الموجودة بباب الحارة موجودة عنا هون بجميع أشكالها، ونحن بالنتيجة حسب رغبة الزبون وحسب طلب الزبون. والله الرؤية المستقبلية هي كانت من فترة طويلة محطوط خطة عمل أنه نتوسع أكثر في دبي وفي أبوظبي، وأجلناها وقت من الزمن، لكن الحين رجعنا ندرس الموضوع، فبإذن الله قريبا أنه يكون في فرع في دبي وبعد منه في أبوظبي أو العكس، لنشوف كيف الأمور تمشي معنا. لأنه دولة الإمارات بصراحة يعني من الآخر بشج يعني الاستثمار فيها مشجع. سيدي الكريم هذا الموضوع الأمن والأمان ابتدأ فيه الله يرحمه الشيخ زايد، وساروا على خطابة شيوخ الإمارات من الشيخ خليفة الله يرحمه للشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره للشيخ محمد بن راشد، كلياتهم متبعين خطة الشيخ زايد الله يرحمه ويطول بعمره. ما في إنسان بينكر هالفضل هذا وبينكر هالمعروف يلي هو الشيخ زايد أسس دولة الإمارات وسوى الاتحاد بدولة الإمارات وجمع شيوخ الإمارات كلها تحت راية علم واحد وطن واحد، وخلى الناس كلها تستقطب تجي على الإمارات تشتغل دون خوف بفضل شيوخها وحكامها الله يطول بعمرهم كلياتهم. هذا شيء ما في حدا ينكره نهائيا ولا حدا بيحسن ينكر شيء هذا. هلا اذا بدك تيجي غير كلمه الشكر للي كانوا داعمين، اول شيء كلمه الشكر برجع بكرر لدوله الامارات، لدوله الامارات اللي هي شجعتنا انه ندخل نستثمر فيها، لحكام دوله الامارات، لشعب الامارات الطيب اللي هو بالفعل بتقدر تندمج معه وبتقدر تتعامل معه وبتقدر يعني تحس حالك كأنك قاعد بين أهلك وناسك وأصحابك. من الناحية الثانية العائلية لزوجتي طبعا وأولادي، ورضى رب العالمين والوالدين. أنا محمد ابن صبحي الشايب، جدي أديب الشايب طبعا. أنا شيخ كار يعني أبا عن جد بمهنة تصنيع السوريات والنحاسيات. كانت طبعا هي هالمهنة كانت شكلها بدائية، حاولنا من خلال الأجيال يعني هلأ جدي طور عليها شوي ورجع أبي طور عليها شوي وبعدين أنا كملت فيها. أنا طبعا وإخواتي موجودين بسوريا، عنا معمل نحن بضمن حاضنة الدمر المركزية اللي هي تابعة للاتحاد العام للحرفيين، وهي ضامة هاي شيوخ الكار كلها بشكل عام، ونحن من ضمنهم. نحن شيوخ كار بصناعة التريات النحاسية، وطبعا نقش يدوي بداخل سوريا، النقش اليدوي. كان لي الشرف أنا أنه أدخل لدولة الإمارات من قبل أكثر من 20 سنة، دخلنا هون ضمن مشاريع نورد لشركة لهون وهي بدورها هي تنفذ المشاريع، ومن خلال هالدخول تبعنا هون نحن استفدنا من دولة الإمارات بشغلة أنه نحن عنا نحن تراث وحضارة وطريقة شغل. طبعا هون الذوق العام وطبعا دولة الإمارات هي مستقطبة كتير جنسيات، نحن استفدنا كتير كمان من لنطور بهالمصلحة تبعنا. وبصراحة يعني صارت الزبون وتيجي لعنا له ذوق الخاص، صرنا نحن دمجنا ذوقه مع ذوقنا طلعنا بحضارة تانية. وطبعا الشعب الإماراتي ما بدنا نحكي على ذوقه وفنه، استفدنا منه مثل ما هو استفاد منا، وبالاخير يعني طلع عنا منتج
خلينا نقول عليه لو إذا صح التعبير إنه هجين بين الحضارة السورية والحضارة الإماراتية. طلع عنا منتج رائع جدا. طبعا خليط نحاس يدوي على دخلنا المكانات، صار عنا منتج رائع. يعني بدايات شغلنا نحن كنا نشتغل نرسم على الورقة والقلم، هذا الحكي قبل 2000. بال2000 دخلنا الكمبيوتر، صرنا نرسم الرسمات كلها تقريبا والتصاميم الهندسية كلها نرسمها على الكمبيوتر. صار عنا طبعا منتج أدق وأحلى، صار يطلع شوي. دخلنا المكنة بموضوع الإنتاج لنحسن دقة الإنتاج أكثر وسرعته لنواكب ما شاء الله حضارة الإمارات، يعني اللي هي طبعا ما بيقدر حدا يواكبها ما شاء الله بالصعود، يعني الصعود على طول ما شاء الله. نحن كان لنا الشرف انه شاركنا باكسبو وكان جدا كان رائع هو المشاركه تبعنا، يعني كان هو مشروع بمعنى الكلمه. شاركنا طبعا بجناح كان ضخم ضامن المصالح كلياتها، بما انه انا شيخ كار بحاضنه الدمر المركزيه اللي هي تابعه للاتحاد العام للحرفيين في سوريا، وهن اللي انتدبونا وبعثونا، وانا مثلت بالجناح اكسبو طبعا كذا مهنه، بما انه في اغلبهم ما بيقدروا انه يطلعوا لهون مثلتهم انا هون، صرنا نحكي عن هذا. طبعا دخل الصدف، دخل الالات الموسيقيه عنا، العود وكل شيء الات موسيقيه بهذا، في عنا العجمي دخل معنا، في النحاس، الصدف، كل هالحضارات هي هذا كله دخلت بمعرض اكسبو وكان مشروع ناجح بصراحة. هلأ في قبل نحن الإكسبو كمان وردنا لمشاريع هون بدولة الإمارات، يعني منا بس خليني أحكي على سبيل المثال ابن بطوطة نحن وردنا له مدخله الرئيسي، كان في تريا لهلأ طبعا موجودة، التريا الخمس متار كانت هي 3 طبقات، وفي 7 تريات بالممر اللي بيدخل الرداها تبع المطاعم. في كمان كان لنا هذا وردنا للجناح الصيني كمان، وقسم كبير من الجناح المصري. يعني بالجناح الصيني كانوا في 38 نحن بنقول لك لفونيرا او سيلينج، هي كانوا هنا موجودين هدول ولما زالوا. وحتى شوف يعني يمكن اذا رحتوا من زرتوا الجناح الصيني هنيك فيهم بتلاقي حطينا التنين، حطينا النقشات الصينيه، يعني بتلاقي انه فعلا قطعه مفصله كانه بالصين، وكل حضاره بحضارتها حاولنا انه نختار لها الرسمه والنقشه انه اللي تناسب المكان اللي بدها تركب فيه. ايه هدول وقتها انا ركبت وقت منها، يعني حتى بالقطع موجود كنت بالتركيب والاشراف على التركيب عليها. هلا في فلل كثير، يعني عد حدث ولا حرج. وطبعا مثل ما قلت لك انه نحن قادرين انه نساوي اي تصميم، يعني انا الزبون وقت بيجي لهون بيقدر بس يعطي فكره نحن بنساوي لها امر واقع. يعني الفلل والقصور هاللي بدنا نعددهم طبعا، يعني وكل واحد له نقش خاص، يعني في على هو الاماكن الديكور اللي هو مساويها بالحجم اللي بيناسب. يعني مو شرط انا يكون عندي مني التصميم يكون مثلا لنفرض قطره متر بمتر بيجي بالمكان مو مناسب عندي منه، انا بقدر بشوف المكان شو بيناسب ساوي بالقياس الموديل نفسه، بس بساوي بالقياس اللي بيناسب المكان، لانه هي مصلحتنا تعتمد بالمرتبه الاولى الموديل، ولا ما بنعمل له اهميه نحن الموديل، التصميم هو بحد ذاته اول شيء. اول خطوه بدي بلشها انا بتركيب التريا هي اول شيء قياسها يكون صح بالمكان، يعني ما تكون على المكان كبيره ولا تكون صغيره، وثاني شيء علاوتها بالسقف او بعد عن السقف او بعد عن الارض.
هاي تاني شيء. بعد منا هون بيجي الموديل، الموديل بيجوز هاللي ما بيعجبني اللي بيعجب التاني، وهاللي ما بيعجب التاني بهذا. هون صفية أذواق، يعني هون بيصفى الأذواق. بس بالبداية إنه يكون قياسة صح وتعليقة صح، موديلة بالأخير هو بيعجب العميل. يسمو إلى الأمجاد شامخا فوق الهام.